الأطراف. اقتراح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية قابله أبناء الجالية الجزائرية في باريس بردود فعل رافضة. بعض أبناء الجزائر اعتبروا الاقتراح بمثابة مناورة ثانية بعد فشل الطرح الأول بسحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة. أنا أظن أنهم سيقومون بتطبيق المادة 102 ويعينون شخصا آخر مكان بوتفليقة، لأنهم فعلوها من قبل في عندما غيروا الحكومة وعندما قاموا بمشاورات، ولكن في المقابل الشعب يرفض هذه الترقيع، يرفض هذه المراوغات، لأنه طالب بتغيير شامل وسيستمر في حراكه إلى غاية رحيل هذه الجماعة. عدد من أبناء الجالية الجزائرية أكدوا أن قيادة الجيش ليس لها الحق في التدخل في الشؤون السياسية، وأن الهدف من اقتراح قايد صالح الجديد هو إيجاد الوقت الكافي للحد من زخم التظاهرات وتفريق حراك الشعب الجزائري. الكثير من وجوه النظام ما زالت هنا، كيف تقول أن نريد تطبيق المادة 102 وأنت لم تطبق الكثير من المواد؟ ما زال الدستور، هذا خرق للقوانين وخرق للدستور. ايضا هناك يعني الكثير من مطالب الشعب، مطالب الشعب هو رحيل النظام، ليس فقط استقاله بوتفليقه. الشعب الجزائري ضد هذه الخطوه، وهي لا تلبي الا 1% من مطالب الشعب الذي يدعو الى رحيل النظام بكامله. ومع تسارع التطورات يواصل ابناء الجاليه في باريس مظاهراتهم الاسبوعيه دعما لابناء الوطن. يؤكد أبناء الجالية الجزائرية في باريس أن الحكومة الجزائرية لا زالت تراوغ بتقديم اقتراحات جديدة لمرحلة انتقالية وهمية، بينما يطالب الشعب الجزائري بمجلس تأسيسي ومرحلة انتقالية حقيقية تقود إلى انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.